السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب تانية ثانوي في فيديو جديد. بنحل مع بعض دلوقتي اختبار 2 من بنك المعرفة على لا النافية للجنس. نشوف مع بعض أول سؤال. ليس من يطلب العلا غافلا. عبر عن معنى الجملة مستخدما لا النافية للجنس العاملة. طبعا أول حاجة لازم أبقى عارفة شروط عمل لا. أول حاجة إن يكون اسمها وخبرها نكرتين، تاني حاجة إن يكون اسمها متصل بيها، تالت حاجة ما يسبقهاش حرف جر. تمام؟ فإذا لما أجي هنا أنا لازم كده أقول إيه، هجيب اسمها يبقى نكرة وخبرها يبقى نكرة. لا الغافل طالب العلا ولا الكسول، لا ما تنفعش. لا غافلا يطلب العلا، ما تنفعش عشان خبر هنا جملة. لا غافلا لواجباته طالب للعلا، صح، هي دي إجابة صحيحة، بحيث إن اسمها متصل بيها ما سبقهاش حرف جر واسمها وخبرها نكرتين. نشوف مع بعض السؤال التاني. لا متمسكون بالحق مغلوبين. ميز تصويب العبارة السابقة. طبعا هنا أنا عندي اسم لا، بيبقى اسم لا العاملة طبعا بيبقى منصوب، إنما خبرها بيبقى مرفوع، فإذا أقول لا متمسكين بالحق مغلوبون. السؤال الثالث. العلم سلاح لا شك تبتغيه كل الدول في الآونة الأخيرة. حدد خبر لا النافية بالجملة السابقة. طبعا أنا عندي هنا اسم لا النافية اللي هو إيه، شك. تمام، إنما خبرها محذوف لأن القصد إن أنا بقول لا شك في ذلك، فشك اسم لا إنما في ذلك اللي هي محذوفة خبرها. فإذا أنا عندي هنا خبر لا النافية بيبقى محذوف تقديره في ذلك. السؤال الرابع. لا مبتغي فتنة منصورون من الله تعالى. إعراب ما تحته خط. ما تحته خط هنا هو مبتغي، فإذا أنا عندي طالما ده صيغة مضاف، فإذا أنا بقول اسم لا منصوب وعلامته الياء، إنما لو كان اسم مفرد فأنا أقول اسم لا مبني على ما ينصب به طبعا. السؤال الخامس. لا راجيا عفو الله تعالى مخزول. ميز اسم أو ميز نوع اسم لا النافية للجنس. طبعا هنا النوع شبيه بالمضاف. السؤال السادس. لا مزيفو الحقيقة محترمون ولا شاهدو الزور. ميز سبب عدم إعمال لا عمل إن في الجملة السابقة. طبعا لو لاحظنا هنا إن هنلاقي إن ده معرف، فإذا هتبقى اسمها معرفة، فلو كانت عاملة هنقول هننصب مزيفو. السؤال الأخير. نعم جزاء المتقين الجنة. نكشف في المعجم عن كلمة المتقين في طبعا وقع. وبكده نكون خلصنا التدريب او الاختبار الثاني على لا النافية للجنس. استنونا في الاختبار الثالث. بكده نكون حلينا كل الاختبارات النحو الموجودة في بنك المعرفة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.